سب سے پہلے تو میں فضیلت الشیخ خطیب عالم اسلام قاری محمد یعقوب صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جامعہ کے اندر آج حافظ نوریز احمد بن عبد القدیر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قرآن کریم حفظ جو ہے مکمل کیا ہے، تو اس کے بعد ان کے دادا جان تشریف لائے ہوئے ہیں محترم محمد رفیع صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے پوتے نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اللہ تعالی قیامت کے روز جو ہے یہ شفاعت کا جو ہے سبب بنائیں گے انشاءاللہ. تو اب میں دعوت دوں گا، وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر کریں گے انشاءاللہ. حافظ نوریز احمد وہ تشریف لائیں اور فضیلت الشیخ کو اپنا آخری سبق سنائیں اور ان کے دست مبارک سے سند حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. اب حافظ نوریز صاحب فضیلت الشیخ کے دست مبارک سے سند اور اپنے انعامات وصول فرمائیں گے اور دستار بندی ہوگی. سند رانا صاحب دے.
एक राना साहब दे दो, एक चोर साहब दे दो, आज ही साहब माशाल्लाह 12 रबी अव्वल पर भी हमारे चार हफ्ज इकराम मुकम्मल हिफ्ज किया है। अभी जो हाँ मोहम्मद वकास साहब जो हैं वो इनाम देना चाहते हैं जी। ठीक जी, ये अब्दुल वहीद खान साहब की तरफ से उन्होंने मुझे हुक्म दिया था हाफिज नूर एज़ अहमद साहब के लिए, अब्दुल वहीद खान साहब की तरफ से, जो हाफिज सैफुल्ला साहब के वालिद साहब हैं। अभी जो हाफिज सैफुल्ला साहब तिलावत फरमा रहे थे